عشت تميز ما بين المرأة والرجل من الصغر. كانت جدتي تخير الرجال على النساء، كانوا الرجال يقروا للمرأة، فهذا من الأشياء اللي خلتني أنقم على المجتمع العربي الإسلامي. كنت صحفية في روما، أكتب على الفقر والمجاعة، وأزور أفريقيا جنوب الصحراء، وأزور آسيا وأمريكا اللاتينية. للأسف في العالم ملايين من الناس فقيرة ومقصية. أنا وزوجي كنا نستغل على كل مسائل التنمية والبيئة، وعرفت أن القروض الصغرى هي أداة سحرية تسمح لأصحاب المشاريع الصغرى رجال ونساء أن يكون عندهم مورد رزق. يعني كانت فيه بالنسبة إلي ثورة اقتصادية نسائية في الأحياء الشعبية وفي المناطق الريفية. أنا فخورة بالنتيجة هذه، لأنه ساهمت في أن المرأة تاخذ مكانها في السوق في المجتمع. اليوم حلمي أنه الشباب اللي يخدموا في أندا يكملوا الرسالة هذه، أنه نخدم أكثر ناس، ملايين أخرى في تونس، ونخدم حتى البلدان الإفريقية اللي هي ما زالت في حاجة إلى تنمية والقروض الصغرى.